للسنة الخامسة على التوالي وعلى أنغام الترانيم المريمية، احتفلت كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية بعمان بختام الشهر المريمي. حضره سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في الأردن، وعدد من الأباء الكهنة وجمع كبير من المؤمنين الذين تلوا بصلاة واحدة أبيات المسبحة الوردية، متضرعين لله العلي القدير بشفاعة أمنا العذراء الفائقة القداسة أن يحل السلام على العالم أجمع. كثير مبسوطين نجتمع كمان مرة، العذراء اللي تجمعنا زي كل سنة هون في هاي الرعية، رعية العذراء الناصرية، في قديس اسمه القديس لويس دي مونفور. إيش بحكي لنا؟ بحكي الله جمع كل المياه وسماها بحر، سماها بحرا، وجمع كل نعمه وسماها مريم. يعني الله عنده كنز ثمين اسمه مريم العذراء، في هالكنز الثمين اللي اسمه العذراء حط كل النعم، كل اشي حلو عنده حطها، واجمل ما عنده ابنه، عشان هيك العذراء حملت في الطفل الالهي. عشان هيك في القديس اغسطينوس ايش بحكي؟ لو تحولت كل اعضاء البشرية إلى ألسنة لتمدح مريم لن يكفيها المديح. اجتمعنا هون حتى نمدح مريم. العذراء اللي قالت رايحين العالم كلها تمدحني، ستمجدني جميع الأجيال. احنا اجتمعنا حتى نمجد أمنا مريم البتول. تعودنا كل سنة، هاي السنة الخامسة، كل يوم ثلاثاء لمدة 100 يوم الساعة 9 المساء نجتمع حتى نصلي الصبحة الوردية. الصبحة الوردية هي خشبة الرجاء بالنسبة إلنا، عشان هيك كلنا أول ما اجيت على هاي الرعية حكيت لهم رايح أسيج هاي الرعية بالصبحة الوردية، ونشكر الله. هي العذراء اللي معنا، هي العذراء اللي بتقودنا، هي العذراء صاحبة الكون بأجمعه. وكل عام وأنتم بألف خير. شكراً.